مرحبا، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وياكم الدكتورة سعدناني هديل من بلد السويد. اليوم السبت المصادفة 24 أبريل 2021، راح أتحدث قليلا عن شنو هي التغذية السليمة المناسبة لمرضى السكري. بس قبل ما أتحدث عن مرض السكري، راح أتطرق أول شيء من هم الممنوعين من الصيام. إحنا نعرف بأنه بالقرآن الكريم مكتوب بأنه من كان منكم على سفر أو مريض ما يصيصوا. زين، من هم هذول الأشخاص؟ مثلا الأشخاص اللي يكون عندهم الممنوعين طبعا من الصيام هم مثلا اللي عندهم فشل كلوي، طبعا هذول ممنوعين. اللي عندهم مشاكل ضغط عالي جدا، هذول هم ممنوعين. المرأة الحامل، لأنه احنا نعرف بأن المرأة الحامل الجنين يعتمد كليا على تغذية الأم، فهذا هم ممنوع. اللي عنده سكر غير منتظم، هذا هم ممنوع ما يصير. اللي ياخذ أدوية السيولة، أدوية سيولة الدم، هذا هم ما يصير. اوكي، واحنا نعرف بأنه مرضى السكري دائما لازم يكونون على إرشادات مع الطبيب المعالج، يعني أي شيء الطبيب يقول لازم يمشون عليه، لأنه غير ذلك هم يعرضون نفسهم لخطورة وتفاقم مشاكل إحنا في غنى عنها، يعني في هاي الفترة الوباء يعني. فمن الأفضل إحنا دائما نستشير الطبيب المعالج، وما نسمع كلام مثلا نعالج نفسنا بالأعشاب وما أعرف ناخذ مشروبات نباتية طبية على أساس، لا، احنا دائما نكون دائما ناخذ الاستشارة من الطبيب المعالج. اوكي، هسه احنا نعرف بانه في هذا الشهر الفضيل احنا اجسامنا نخليها تاخذ استراحة، يعني الكبد، الامعاء، كل شيء في الجسم في حالة استراحة، يعني الانسان يكون تقريبا 15 ساعة صائم. فيا ريت بعد ما نجي نفطر ما نخربط يعني هذا المجهود اللي سويناه، ما نجي عن طريق التغذية الغير سليمة نخربط هذا الترتيب، هاي المناعة اللي كوناها نجي نخربطها عن طريق الأكل الغير مناسب والأكل الغير سليم، عن طريق مثلا الأكلات السريعة، المخبوزات، المعجنات، المشروبات الجاهزة مثلا. هسه انا راح احكي عن مثلا لنفرض مثلا شخص صائم وعنده سكري، والسكري اللي عنده منتظم. فنيجي شو نسوي؟ اول شيء هذا الشخص قبل ما يعني يبدي ياكل اي شيء بالافطار يحضر صحن كبير من السلطه، صحن كبير من السلطه، سلطه خضراء اللي هي عباره عن الخس، القرقير، البقدونس، الجزر. فكل هاي الشغلات، هاي الخضروات نخلطها ونحط لها شوية حامض وشوية زيت زيتون، يعني كل ما تكون نسبة هذه الخضروات أكثر كل ما استفادة الجسم من عندها يكون أكثر، أفضل يكون. أوكي، فإحنا دائما نبدي بهاي الصحن الكبير من السلطة، يعني سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، يعني إحنا لازم نعود نفسنا السكريين خاصة بهاي النوع من السلطة، يعني نخليه فد روتين في حياتنا قبل الوجبات، يعني نبدي بهاي السلطة، يعني نحضر الجسم والمعدة نحضر لها بهاي الشغلة الخفيفة الخضراء. اوكي، بعد ما بدينا بهاي السلطة طبعا نمضغها على مهل، يعني كل ما نمضغ على مهل مو على السريع، يعني حتى لو احنا جوعانين. اوكي، وراها يعني نبدي بالشوربة، طبق الشوربة يعني يكون كوب صغير مثلا شوربة العدس أو شوربة المشروم أو الأفطر. أوكي، وراها ممكن نروح نصلي مثلا، وبعدين نرجع ناخذ حبة واحدة، تمراية واحدة مع شوية مي دافئ، لأنه الماء الدافئ يعني هاي العروق كانت جافة بالجسم، نحتاج شوية مي دافي يعني مش سوائل باردة. أوكي، بعدين نجي على الوجبة الرئيسية. الوجبة الرئيسية ممكن تكون طبق البامية مثلا، ممكن كاسة صغيرة من البامية مع قطعة صغيرة من اللحم وأربع ملاعق من الرز. طبعا احنا هنا الرز خلاص احنا أخذنا القدر الكافي من النشويات، ما نحتاج أكثر
مثلا ما يحتاج خبز نحط ويا الاكل بعد، خلاص احنا نكمل. الرز مع البامية 4 ملاعق. واكو طريقة صحية للسكريين او لغير السكريين همينة، طريقة غلي الرز ونصفيها، يعني بهاي الطريقة كل هاي النشويات راحت. يعني اعتقد العراقيين انتم تعرفون هاي الطريقة، اللي يعني نغلي او نفور، نغلي الرز وبعدين بعد ما استوى نصفيه بالمصفي، وبهذا الشكل احنا خلاص كل هاي النشويات اللي كانت موجودة بالرز راحت انتهت يعني، فتكون مفيدة اكثر يعني للسكريين. فهاي طريقة يعني أنا أوصيكم بها، طريقة جيدة جدا. أنا بالنسبة لي شخصيا أستعمل هاي الطريقة لما أسوي رز. أوكي، فبعد ما أخذنا هاي شو اسمه، هاي بعد ما خلصنا الإفطار، ممكن ناخذ كوب مثلا، كوب من القهوة حسب حساسية الجسم. أكو ناس مثلا ياخذ الكوب من القهوة ما يقدر ينام بالليل، حسب حساسية الجسم ومستقبلات الجسم طبعا. اوكي، فوراها همينة ضروري يكون عندنا نشاط من الحركة، يعني مثلا مثل المشي، رياضة خفيفة يعني. واكو ناس مثلا يقول انا ما اقدر بعد ورا الفطور يعني، واحذر جدا بعدم اخذ المعجنات والحلويات خاصة لمرضى السكري، حتى لو هو يكون يريد بس يستذوقها يعني، لانه هاي شغلات مضرة اصلا ما تفيد. ممكن واحد يكتفي ياخذ شوي من المكسرات، من اللوز، من الجوز، اذا ما عنده حساسيه طبعا ممكن يسوي هذا الشيء. اوكي، والفواكه ممكن ياخذ ثمره، نصف ثمره مثلا، من الكمثري، من التوت، من الفراوله، من الكيوي يعني، ويبتعد من الموز والمانجو، لانه هذول يكونون بها نسبه الحلا كلش عاليه. اوكي، هنا احنا تحدثنا عن الفطور وشنو الاكل. وطبعا الواحد يقدر ياخذ الدواء بعد ما اكل وشرب، يعني ممكن ياخذ دواء السكري بعد ما يقيس السكر طبعا. اوكي، و حتى لو اذا عنده دواء الضغط همينه، ممكن ياخذه ساعة 9 او 10 المساء، لانه احنا اذا نيجي ناخذ دواء الضغط فترة الصبح، طبعا الدواء يبقى في الجسم 24 ساعة بس ما يبقى بشكل كامل في الجسم، فممكن واحد يتعرض للجلطات لا سمح الله. فمن الأفضل واحد ياخذ دواء الضغط بشكل عام أصلا، ياخذه بالمساء. أوكي، وطبعا ياخذ دواء السكري بعد الفطور. أوكي، أو يمشي حسب معلومات، حسب إرشادات الطبيب المعالج. اوكي، وبالنسبة لفترة السحور، فترة السحور احنا كل ما نبعدها كل ما يكون افضل طبعا. فترة السحور هم ان احنا نقدر نحضر صحن من السلطة، اللي هي هم عبارة عن الخس والقرقير والبقدونس، وهاي السلطة اللي الان ذكرتها هي سلطة علاجية طبعا، هي كلش مفيدة. ونشرب مي، طبق سلطة، شوية زبادي يعني لبن، وشوية فول اللي هو الباقلة يعني، كاسة صغيرة جدا، ربع خبز، ربع رغيف يعني، ونتكل على الله، وإن شاء الله يكون صلاة يعني، يكون صوم مقبول ونصلي وخلاص نوصل للإمساكية. أوكي، فأرجوكم يعني، ما أريد في هذا الشهر الفضيل يعني، ماكو داعي واحد يجي يكثر من الحلويات، من المعجنات يعني. هو شهر احنا نريد نخلي اجسامنا نعطيها شويه استراحه، ماكو داعي ندخل هاي الدهون المهدرجه، الاكلات السريعه، المقليات، ما اعرف، كل هاي الاشياء لازم احنا نبتعد من عندها نهائيا. اوكي، ودائما خلوا السلطه، هاي السلطه الخضراء، خلوه كالروتين. السكريين كلكم يعني، اللي سواء عنده من النوع الاول او النوع الثاني. اوكي، ولا تنسون تقيسون السكر خلال عدة مرات خلال اليوم، وإذا شفتوا وضعكم الصحي ما يسمح تفطرون رأسا، وشفتوا لما صار هبوط بنسبة السكر ديريكت يعني ما توقفون رأسا، تقطعون وتحتكون بالطبيب المعالج. اوكي، وكانت وياكم الدكتورة الصيدلانية هديل من بلد السويد، وإن شاء الله ما تشوفون شر، وينعاد عليكم كل سنة بالصحة والسلامة يا ربي.
ودمتم بخير. السلام.